وانا بتكلم على انجلترا. مش عارف اقولها لكم ازاي، ولكن انتظروا اخبار سعيده، انتظروا اخبار سعيده خلال الفتره القادمه. ده بالنسبه للنادي الاهلي، ده بالنسبه للنادي الاهلي. للاسف ان انا في حاجات كتيره ما بقدرش اطلع اقولها الا ما بتبقى رسميه، لكن ما تقلقوش ما تقلقوش، الامور ماشيه بشكل جيد جدا جدا جدا، فوق ما حضراتكم تتخيلوا، فوق ما حضراتكم تتخيلوا. الامور ماشيه بشكل رائع جدا في فريق الكوره، كل الامور منظمه بشكل جيد جدا، كل الامور ماشيه في طريقها الصحيح، كل التعاقدات اللي عايزها المدير الفني هتيجي ان شاء الله، يعني كل التعاقدات في طريقها ان هي تخلص خلال الفتره القادمه، كل الامور ماشيه بشكل جيد جدا 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 علشان النادي الاهلي ان شاء الله الموسم اللي جاي ما عندوش غير تفكير واحد بس، بطوله افريقيا، بطوله الدوري العام، بطوله كاس مصر، وبطولة السوبر المحلي والسوبر الافريقي ان شاء الله لو فيه السنه الجايه. يعني هو ده تفكير النادي الاهلي، تفكير مجلس اداره النادي الاهلي مع المدير الفني مع مدير الكوره مع لجنه التخطيط اللي موجوده، هو ده التفكير خلال الفتره اللي جايه. انا اسف ان انا طلعت بره المنتخب، ولكن مهم جدا جدا لان الناس تبقى قاعده مستنيه ماذا سيفعل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. دايما انا بحاول في حاجات انا ما ينفعش اقولها وما اقدرش اقولها على شاشه قناه الاهلي، ولكن انتظروا مفاجآت جميله خلال الفتره القادمه، انتظروا مفاجآت جميله خلال الفتره القادمه تخص فريق الكوره بالنادي الاهلي. بقيه الالعاب ايضا هناك حاجات كتيره بتحصل خلال الفتره اللي فاتت، ولكن نحن دائما في قناه النادي الاهلي بننتظر الاعلان الرسمي علشان نقول لحضراتكم بشكل رسمي. ولكن انا ناس بتقابلني في كل حته والناس بتشوفني في كل حته بتقول لي فلان ده خلص، هنجيب مين، هل فلان ده جاي، هل فلان ده مشي، هل فلان ده رايح، هل فلان ده جاي، كل الكلام ده احنا بيبقى عندنا تفاصيل كتير نقدر نتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن دائما من حرص قناه النادي الاهلي ان هي تحرص على شيء واحد فقط، وهو تقديم المعلومه بشكل رسمي، تقديم المعلومه بشكل رسمي. عشان كده لما الموضوع بينتهي بشكل رسمي بنطلع نقوله لحضراتكم على طول، ولكن استنوا الفترة اللي جاية في أخبار سعيدة جدا هتسعد كل جمهور النادي الأهلي. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد كده نرجع بعد هذا الفاصل نتكلم عن أخبار المنتخبات الإفريقية، أخبار المنتخبات الإفريقية إيه والمديرين الفنيين بيقولوا إيه. نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع أخبار المنتخبات الأفريقية.